أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، وها هي انطلاقة الشوط الرابع عشر، شوط الختام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. الشوط الرابع عشر وهو الخاص باللقاية لبكار المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع. نبحر بمقدمة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا اللي انطلقت بالصدارة، نتابع العين، نتابع العين من قادة المجموعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومتابعة مسري بن سالم بالعرط الحميري. المركز الثاني أرى التحديات من نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة مطر بن سيب اللاحج، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأرى شواهين تتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، من يتابع انطلاقة شواهين مع المركز الثالث ورابع التحديات. نتابع موال ومع المركز الخامس أمثال التابعات لهجن العاصفة يقودهن حمد بن راشد بن غدير، وسادسا من الجانب الآخر أرى هناك مناورة من تتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، من يتابع انطلاقة مناورة مع المركز السادس، وسابعا القدوم للشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السهيل بن سالم العامري في متابعة وانطلاقة الشاهينية مع المركز السابع. الشاهينية الأخرى تتسلل أيضا مع المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيب بن أحمد بن خريدة، من يتابع هذا الانطلاق المثير الدور دور المركز التاسع، وأرى التحديات من الجانب الآخر بشعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، ومتابعة حمد بن علي العويسي مع الشاهينية والمركز العاشر. أرى التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات من نوايف من تتسلل مع المركز العاشر التابعة لهجن العاصفة ومتابعة حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق بهذا التحدي المثير. نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. نتابع المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى الصدارة موال من قادة المجموعة التابعة لهجن العاصفة، يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمغادرة للوحة 2 كيلومترات، انتصفنا المسافة. نتابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى أمثال من تتسلل مع المركز الثاني كذلك أيضا بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير، ولكن أرى التسلل من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك العين، أرى العين مع المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من يتابع انطلاقة العين والقدوم أيضا في هذه اللحظات من نواي ممدد تتسلل أيضا مع المراكز المتقدمة. نوايه مشاهدينا متابعينا الكرام التابعة لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن أرى شواهين، أرى شواهين في هذه اللحظات بدت تتدخل مع الأسامي المتقدمة، مع الأسامي أيضا المذاعة في هذا الشوط. شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سالم بن حمد بن هيار العامري، من يتابع انطلاقة شواهين والشاهينية من الجانب الآخر بشعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، ومتابعة حمد بن علي العويسي. يا سلام، التجمع واضح في هذا الشوط والإثارة حاضرة أيضا مع هذه التغييرات المستمرة على المقدمة والصدارة. نتابع نوايف، نتابع نوايف اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوط بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن أرى العين، أرى العين بدأت تتسلل، أرى العين
الخير يا سلام بدأت تنطلق بمقدمة هذا الشوط، وبشعر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة العين أمثال مع المركز الثاني، وأردت تسلل من نوايف والمركز الثالث من الجانب الآخر موال مع الكوكب الثلاثية مع المركز أيضا الثاني والثالث والرابع بشعار هجن العاصفة، ولكن نعود مع الصدارة نتابع العين نتابع العين. يا سلام يا سلام يا سلام، بدون أي أوامر بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. يا سلام، والعين العين 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 على الصدارة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. يا سلام يا سلام يا سلام، تحديات مثيرة ولكن أرى موال أرى موال. يا سلام، والعين العين 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 موال موال والعين، ولكن العين العين على الصدارة. عليك العين باردة مع هذا الانطلاق المثير، تهانينا وللمرة الرابعة في هذا الصباح لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم على فوز العين بالمركز الأول، تهانينا المسري بن سالم بالعرض الحميري. المركز الثاني موال من هجن العاصفة، المركز الثالث أمثال من هجن العاصفة، المركز الرابع لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول العين إلى خط النهاية، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني لمسري بن سالم بالعرض الحميري. 6 دقائق 16 ثانية بالوفاء والتمام، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني موال من هجن العاصفة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق. هذه لحظات وصول المركز الثاني موال، 6 دقائق 16 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. أمثال تقطع المسافة في 6 دقائق 19 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة لحمد بن راشد بن غدير. تهانينا لجميع الفائزين.